primer tiempo regular o malo nuestro y un segundo tiempo muy bueno, donde pegamos tiro en el palo, en el travesaño, mano a mano, y no pudimos convertir. بس عليكم اولا المدرب جوستافو بقول يعني هاي المباراه شبيهه بكثير من مباريات لعبها فريق نادي النصر للاسف يعني كثير من المباريات في الشوط الاول ما يرتقي اداؤه للمستوى اللي هو يملكه حقيقه زي ما عم نشوف في الشوط الثاني يعني لو كان اداؤهم للاعبين يعني يكون في الشوط الاول زي الشوط الثاني كان من المؤكد نسبه فوزك في المباريات حتكون اعلى يعني ولكن للاسف يعني بصير عندهم رده فعل هم دائما يعني المفروض رده فعلهم تبدا من بدايه المباراه اضف الى ذلك مع الاحترام يعني للحكم هو فقط يعني توصيف واقع ليس الا يعني كثير فاولات صفرها بدون ما يعطي بطاقات صفر للفريق المنافس بالوقت اللي كان يستاهل المنافس بطاقات صفر من قطع هجمات كانت واضحة يعني أضف إلى ذلك كان في كرتين في القائم وضربتين جزاء زي ما ذكر السيد جوستافو واضحتين خاصة في الشوط الأول يعني نحن نحترم التحكيم يعني بس هذا غير مجرى المباراة شئنا ما بينه